السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي داخل وخارج أرض وطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. بعد الحكم الجائر والظالم في حق الأستاذ المديمي اللي صدر في حقه ذلك الحكم القاسي اللي هو عام وعشرة أشهر، واللي كنا كنتظروا البراءة والقضاء ينصفه بحكم المكانة دياله والدور دياله اللي كيلعبه في الحقوق الإنسان بما في ذلك أنه كيدافع للمظلومين والمكلومين، فكانت صدمة خوتي إحنا لجميعا. فكنت منه من الله عز وجل يعاد النظر في هذه القضية، يعاد النظر في هذه القضية، لأننا إحنا تنتفاجئ ومصدومين، حتى الأساتذة الكرام راه مازال مصدومين. فعلى غرار هذا الحكم يعني الصادم اللي صدمنا إحنا جميعا، فكنشوفوا تطورات جديدة ومفاجآت كتبان يعني فجأة. والسؤال المطروح، ما هي الأسباب الرئيسية اللي خلات أن هاد سميرة الداودي تخرج في هذا الظرفية بالذات وتقوم يعني فتح ذاك محمد التحفة اللي كانت له علاقة معه وكيتبادل المعلومات على أساس أنهم يبينوا الحق وتبان الحقيقة، وحتى المعلومات اللي كان يدور بيناتهم كان دائما هذه المعلومات حقيقية، فهي كانت لصالحهم من أجل نيل من هذه العصابة، وبالتالي راهم مجموعة من هذه العصابة حمزة مومبيبي كيقضيوا الحكم ديالهم في داخل سجن دودايا. على أي فهاد سميرة الداودي اللي خرجت في هذه الظرفية بالضبط بعد الحكم على الأستاذ المديم مباشرة، يعني أسبوع باقي ما كملش أسبوع حتى خرجت وعملت واحد الضجة واحد الخرجة الإعلامية اللي الناس تفاجئوا كون هاد السيدة كانت رافعة يعني ديك الشكاية ضد هاد الناس وبالأخص ضد المغنية. فكنا تايقين فيها، كنا مأكدين أن هاد السيدة راه مظلومة بالرغم السمعة ديالها اللي كما حنا كنحتارمو يعني وجهة النظر ديالها والحياة الشخصية ديالها، ولكن كنا كنتيقوا في هاد الناس، ربما هذيك الثقة العمياء اللي تقنا فيها حتى الناس الجالية المغربية اللي دائما يعني كيمشيو مع الحق وكيمشيو مع الناس المظلومين، وكما شناهم في الوقفات التضامنية يعني في العديد من المدن في أوروبا واللي خرجوا بكثافة من أجل الدفاع الأستاذ مديمي باش يوصل الصوت للصوت للسلطات، ولكن خاب ظننا في هذا الشيء، خاب ظننا أخوتي بعد ما بينوا واحد الرسالة وبينوا العالم أن الجالية المغربية راه كتدافع، وحتى الطريقة السلمية اللي قاموا بها فهي دليل على أن المغاربة كيبغيو الحق ما كيبغيوش الظلم. فالأستاذ المديمي فهو الآن مظلوم، وحنا كاملين يعني كنعرفوا هذا الإنسان اللي كيخرج الخارجات ودائما كيفضح هاد الناس اللوبيات العقار المفسدين، يعني زيد وزيد بزاف المسائل، ولكن ديك الشكايات الكيدية اللي توضع ضده فهي إلا شكاية لأجل نيل منه باش ميبقاش يتكلم على هاد الحساب ديال حمزة مومبيبي. فسميرة الداودي اللي خرجت في هاد الظرفية واللي مازال كتهدد وعندها أوديوهات وفيديوهات، ربما أن ما كانش عليها تعمل هاد يعني بهاد المسائل ديال التبرهيش، هاد المسائل ديال التبرهيش كان عليها أن تحافظ على ديك الأوديوهات باش يكون لصالحهم ويدفعوهم للمحكمة باش يأكدوا أن ديك العصابة راه هي بالفعل هي عصابة كتحاول تنال من أي واحد حاول أنه يتكلم مع هاد الناس. فأخوتي المال دائما كيلعب واحد الدور كبير. هاد السيدة في هاد الظرفية ديال كورونا وهاد يعني كون أن بزاف المسائل يعني العمل ولات البطالة، وحتى أنها كانت مروجة راسها في ما قبل كورونا، فحاولت أنها تستغل هاد الأوديوهات وتبيعهم وتسلمهم الناس ديال العصابة ديال حمزة مومبيبي مقابل أموال، مقابل الأموال، وحتى أنهم ربما وهذا أكيد انهم عطاوها ضمانة باش يخفوا عليها يعني الحكم، لان ربما هاد السيدة روضوا عليها شي شكاية اللي غتمكن
من القضاء واحد العقوبة قاسية، وهذا الشيء اللي خافت منه هذه السيدة. فشنو عملت؟ حاولت أن تضحي بالوفاء والإخلاص اللي كانت مع هذه التحفة مقابل المال. وحتى هذه التحفة أخوتي اللي عنده واحد أعداء من هذه العصابة، واللي الناس جميعا يعني عارفين هذا العداء ما بين هذه العصابة وما بين التحفة، اللي كان دائما كيواجههم ودائما كيعطيهم أدلة دامغة بخصوص الأستاذ ميديمي، بالرغم أن واحد يعني خرجوا واحد تسريبات مسبقة بخصوص الحكم على الميديمي، واللي أكدها محمد التحفة مرارا وتكرارا، وأكد أن الحكم راه عارف وكان عارفه، وفي الخروج الأخير راه قال أن هذا الحكم كان عارفه، وبالفعل يعني صدر هذاك الحكم. حتى الاعتقال أخوتي اللي كان تم ضد الأستاذ ميديمي، فذوك الخليجيين اللي كانوا دائما كيخرجوا ذوك اللايفات وكيقولوا أن الأستاذ ميديمي بقات له 3 أيام وغيتعتقل، وبالفعل تعتقل. كيف يعقل هذه المسائل كاملة كتسرب وحنا مازال كنتفرجوا؟ حنا بغينا إلا الحق، حنا ما كنسبوا لا قضاء ما كنسبوا لا حتى واحد، عندنا ثقة كبيرة في القضاء المغربي، عندنا ثقة كبيرة في القضاء المغربي وفي السلطات العليا، لأن القانون فوق الجميع. ماشي هذا مغني مشهور أو هذا سياسي مشهور أو هذا رجل أعمال كبير، فالقانون سواسي ما بين الفقير والغني، هادشي اللي بغينا يكون في بلادنا الحبيب. زيادة أخوتي، هاد الاستئناف الحكم الاستئناف اللي غيكون في الشهر القادم إن شاء الله للأستاذ ميديمي، كنتمنى من الله عز وجل أن يكون واحد تخفيف رأفة بوالديه بالأم دياله، اللي مازال كتعانوا وتفاجآت بهول الصدمة، فهي مريضة طريحة الفراش. نتمنى لها كل الشفاء إن شاء الله، كنتمنى من الله، والدعاء ديالنا كاملين أخوتي، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الأستاذ ميديمي ويتم إطلاق الصراح ديالو عن مقارب. هادشي اللي كنتمنوا من الله عز وجل، رغم الظلم اللي لحقوا هاد السيد. فأعضاء المكتب تمارا مصدوم من هول هاد الحكم الجائر، كنتمنوا من القضاء يعيد النظر في هاد المسائل. فاحنا عندنا ثقة كبيرة في القضاء، عندنا ثقة كبيرة، وإن شاء الله راه شي حاجة ماشي هي هذيك، بغينا إعادة النظر ونعرفوا السبب الرئيسي، وبغينا الأستاذ ميديمي يخرج ويتكلم يقول ما هو السبب. حتى الأساتذة راه خرجوا في يعني في منابر إعلامية وأكدوا أن الأستاذ ميديمي فهو بريء، وهذيك التهم كاملة فهي كيدية، حتى أنهم القضاء راه حيلوا له بزاف التهم اللي كانت ربما تهم خطيرة غير من هذه. نعرفوا بأن هذيك الشكايات كيدية فتوضع ضده إلا من أجل النيل منه. إن شاء الله أخوتي، حاولوا اخوتي بارطاجيو وعملوا لايك، جزاكم الله خيرا باش دائما توصلوا بالجديد. ان شاء الله اخوتي نلقاكم في تمام الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.